السلام عليكم، معاكم مطبخ ام علي من نيويورك. وحشني جدا يا جماعه، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل السميت اللي انتم شايفينه الجميل ده على شكل قلوب، حلو قوي قوي قوي. اتمنى لو عجبكم تشجعوني بلايك، ولو اول مره بتزوروا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان اي جديد من فيديوهاتي لما اعملها يوصل لكم ان شاء الله. يلا نشوف ونتابع الطريقه، وهسيب المقادير جوه صندوق الوصف. عندي 3 دقيق، هنزل عليهم برشه ملح، معلقة ونص سكر، بسم الله، وبقلبهم مع بعض كويس. وعندي الخميرة، معلقة خميرة بدوبها في مية دافية او مية سخنة، وهنزل بيهم بالشكل ده هنا. وعندي بيضة، هنزل بالبيضة بتاعتي هنا برضو، وهوديها على المكنة وانزل باللبن بتاعي بالتدريج. معلقة زيت، وبعدين اشغل عليهم المكنة، وبعدين اخلصها كده عشان ترتاح بالشكل ده كده. خلاص بقت كويسة جدا، ده الملمس اللي انا عايزاه، حلو قوي استريتش اهو. هبتدي ادهن وشها زيت واغطيها عشان يرتاح معايا، واما تخمر ارجع اشتغل عليها معاكم. وهنا ده شكلها بعد ما ارتاحت، هبتدي اشتغل عليها معاكم دلوقتي، يلا بينا. بسم الله، شايفين عاملة ازاي؟ روعة، واو تبارك الله. روعة يا جماعة، حقيقي روعة، شايفين عاملة ازاي؟ حلوة قوي ازاي؟ هنا بعد ما قسمتها خلاص هشتغل عليها دلوقتي. دي ايه، مريحة وجميلة جدا وبتفرد معايا ازاي. هنا بعد ما فردتها بالشكل الطويل ده هبتدي المها. Can you move please؟ هلمها بالشكل ده كده، كل ما بلمها كده بتطلع معايا حلوة قوي قوي ومفرودة بالشكل ده، شايفين؟ وانا بلم اعمل كده حلو. هفضل كده الفها شوية عشان اخليها تديني نتيجة كويسة بالشكل ده، شايفين؟ سهلة جدا 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 حقيقة، هتديني نتيجة هايلة ان شاء الله. تمام، وانا بفرد بسحب معايا العجين. على قد ما اقدر اخليه كله يبقى مقاس واحد، على قد ما اقدر. هبتدي بقى اقطعها، بسم الله، كده بالشكل ده، والتانية العكس كده، وبعدين بعد ما اقطعها اخدها من المكان اللي انا قطعته اجيبها كده بالشكل ده وانزل بيها هنا كده، واقص برضو وابتدي اظبط الشكل بتاعها عشان تديني شكل حلو بالشكل ده كده. في النهاية هتديني شكل حكاية كويس جدا. هنقلها، ما تبان، اما احطها على الصينية هتبان اكتر بالشكل ده.
طريقة تانية لو هي أسهل ليكي، بتاخديها كده بالشكل ده، بحاول أعمل كده حاجة من تحت وأبرمها كده من هنا كده عشان تديني الشكل اللي أنا عايزاه، تديني الهارت بتاعي. واجي من هنا برضو كده أحاول أرفع بالشكل ده اللي يعجبك اشتغلي عليه كده. كده أنا خلصته، هسيبه شوية يرتاح وبعدين هرجع أشتغل عليه. ده شكله بعد ما ارتاح، هبتدي بقى أدهن وشه بيض وبعدين أحط عليه سمسم من فوق أو أي حاجة أنا بحب أحطها، بس أنا حابة النهاردة أستخدم سمسم. هدهنه بالشكل ده كله، خفيف جدا جدا يا جماعة، روعة. هشتغل على كل الكمية بالشكل ده. هنزل بقى بالسمسم بتاعي كده، هدخله الفرن على درجة حرارة 180. وده شكله بعد ما خرج من الفرن، شايفين عامل ازاي؟ حكاية يا جماعة، حقيقي روعة روعة روعة. وده شكل النهائي ليه، روعة يا جماعة روعة. قديه خفيف وكتني، هشي جدا جدا، اخد مني 10 دقايق جوه الفرن. بقدمه بأي طريقة تعجبني، انا قدمته مع جيلي نوتيلا جبنة فروت، اللي يعجبكم اعملوه. اتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط وتشجعوني بلايك، ولو اول مره بتزوروا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان اي جديد من فيديوهاتي لما اعملها يوصل لكم ان شاء الله. انجوي يا جماعه. كان معاكم مطبخ ام علي من نيويورك. هفتح معاكم دلوقتي عشان اشوف قد ايه جميل. واو شايفين يا جماعه حلو قوي ازاي، شايفين حقيقي روعه، شايفين روعه يا جماعه، روعه جدا جدا جدا. انت ايه جميل، واو واو خفيف قوي قوي قوي. هحط بقى جيلي، هحط مربى بالشكل ده، اي حاجه بحبها. وهاخد القهوه دلوقتي معاه. انجوي يا جماعه، يامي.